قبل ما نبدا هالفيديو هاد صفنوا لي بهالصوره هاي، طلعوا فيها عمهلكم تفرجوا عليها. هاي الصوره شايفين هالمعمعه وهالشوارع وهالناس فوق بعضها، هاي هالمنطقه هاي اللي هون. كل انسان فيكم، كل واحد عم يشوفني عنده مثل هالشكل هذا جوا هون بالمنطقه هاي. ليش هي عقدتنا الثالثه؟ ليش هي العقده الثالثه بعد ما حكينا عن الاولى والثانيه؟ طبعا ما شافوا العقده الاولى والثانيه يرجعوا على الفيديوهات اللي قبلها. ليش هي عقده؟ لاني اول شيء كل حركه نعملها تشغل هالمنطقة هاي، يعني عنا حركة مستمرة يوميا. واحد. تاني شيء، كل هالمنظر هذا موجود بهالمنطقة هاي هون، كل هالعضلات، كل هالشرايين، كل هالدنيا هاي، هالأعصاب كلها موجودة هون. المشكلة الثالثة والأخطر بهالعقدة بالذات، إنه كل هالمنظر هذا شايفينه هون، ومن الطرف الثاني عظم الكف. وبالتالي في حال صار هاي أي إشكال، تخيلوا معي دائما لما بصير إشكال، لما بصير تشنج بالعضلات من كتر حركة مثلا، وقلة مد عضلات، قلة ستريتشنج او قلة حركة متنوعة، بتختنق المنطقة هي وبصير نوعا ما وزمة فيها. الناس اللي عندها التهاب، الناس اللي عندها شغلات هي التهاب، يعني دائما وزمة، او احيانا كثير بتختنق المنطقة هي، الفضلات ما بتطلع لبرا مزبوط لاني ما عم نعمل حركة كاملة، وبالتالي بتختنق المنطقة هي. مشكلتنا بهالمنطقة هي انه الطرف الثاني اللي ممكن الجسم لما صار انتفاخ ينتفخ من كل الجهات، يعني نوعا ما يضل معه مجال عم ينتفخ لورا لقدام، مثل هالعقدة هي اللي حكينا عليها هون. العقدة هي طبعا زحمة وعصاب ومثل ما شايفين بالصورة هاي، ولكن ممكن إذا صار انتفاخ ينتفخ بكل الاتجاهات. هاي المنطقة هاي للأسف ما في عنا الاتجاه الخلفي، لأن يعني كف الإيد العظم كله ساد الطريق، فما عنا ممكن ينتفخ غير لبرا لهون. والمشكلة الثانية إنه لبرا لهون الانتفاخ لبرا هيك مسدود بشريط شايفينه بالصورة، يعني الطرف الخلفي عندنا عظم الكف ساد الطريق، الطرف الامامي هون في شريطه هيك جاي فوقهم ما بتخلي هالمنطقه هي تنتفخ بهالاتجاه هذا، وبالتالي بصير هالاختناقات هي، وبصير هالناس عندها كثير مشاكل. كل الناس تشتغل مهنه فيها شغل فيها هيك، يعني فيها شغل كثير، راح تعاني بيوم من الايام هالمشكله هي اذا ما تابعت على تمارين. كل الناس بتلعب كثير على التليفون، بتلعب كثير، تستعمل ايديها بهالطريقه هي، حكما راح يصير عندها مشكله. بغير الناس اللي عندها اساسا هون دي، في ناس يعني هالبنيه العظميه هون بهالمنطقه هي دائما مختلفه بين ناس وناس. طبعا ما في عندنا شخصين في الدنيا البنيه العظميه تبعهم 100% نفسها، وانما دائما في اختلافات بسيطه. ففي ناس خلقتهم هيك انه هالمنطقه عندهم ضيقه من الاساس، فهدول الناس اهم شيء انه ما يكون عندهم اشكال بهالمنطقه هي. ومشان ما نوجع راسنا، هل انا من هالناس، هل انا ما من هالناس، هي نعمل هالتمرين. هلا التمرين رح نعمله اليوم رح نعمله بشكلين. الشكل الاول للناس اللي صعب عليها مثلا تعمل التمرين على الارض، بتعاني منه، اللي الوضعيه عندها هون مستفحله، تعمل اول شيء هالوضعيه هي السهله. الوضعيه السهله ليش اسمها سهله؟ لسبب. اول شيء كف ايدنا هون، نعتبر ايدنا اليمين هي فيها المشكله، كف ايدنا بهالطرف بهالشكل هذا، بنشد الايد بشكل كامل هون كلها مشدوده، بنفتل ايدنا هيك لبرا، وبناخذ ايد ثانيه هون وبنبدا نسحب الاصابع لتحت، بنسحب الاصابع لتحت وايدنا هي كلها مشدوده مثل ما شايفين هيك، هلو شكل هذا. كل ما سحبنا طبعا الكف لتحت اكثر، يعني لجوا هيك بهالاتجاهات، هالاتجاهات هيك، كل ما حسينا بشد صار اكثر هون. الناس عندها مشكله طبعا رح تحس بشد فظيع هون. مشكله هالوضع هالتمرين هذا ممكن نبدا فيه نعمله اسبوعين ثلاثه لوقت ما شوي تتحرر هالمنطقه هي، بعدين ننتقل للوضعيه اللي رح اشرحها بعدين. مشكلته مثل ما قلت هاد انه الاصبع هذا الابهام مثل ما شايفينه برا هربان طالع برات اخواته، والعضلات اللي شفتوها بالصوره هون هي عضلات لكل الاصابع الخمسه حتى الابهام، وبالتالي ضل الابهام عضلاته ضلت مرتخيه، فنحن ما عم نعمل تمرين صح لكل الايد. مثل ما قلت نحسن نعمل هيك، نشد ايدنا اول شيء هون كلها وبعدين نسحب الاصابع هيك. اللي بحسن بياخذ معه الابهام ياخذه، ولكن صعب، يعني مشان نكون منطقيين صعب نعمل تمرين بطريقه صحيحه. الوضعية الثانية هي نستعمل الأرض، نستفيد من وجود الأرض لهالموضوع هذا. طبعا اللي صعب عليه ينزل على الأرض، يجربها على تخت، يجربها على طاولة، هو واقف مثلا حط إيده على طاولة هيك، ممكن كمان واحد يعملها. الوضعية كالتالي، أول شيء بنحط إيدنا هيك عند ركبتنا تقريبا أو بعدها بشوي، ونحاول ننزل كف إيدنا كله على الأرض، طبعا جسمنا من فوق، كل ما قرب جسمنا من فوق ممكن ناخذ ايدنا الثانيه هيك ونعمل هالوضعيه هيك. المفروض كل انسان يحسن ياخذ هالوضعيه هيك، جسم هيك فوق مثل ما شايفين. هلا بدنا ضروري انه نستفيد من الخطا اللي صار او من المشكله اللي كانت بالتمرين الاول، بحيث انه ننزل الاصابع كلها على الارض. الاصابع مثل ما شايفينها موجوده، الجسم بيحاول مشان يخفف على حاله الشد اللي هون راح يصير هلا، انه
مثل شيء تسحبوا اصابعكم هيك ترفعوها على الارض، لازم تبين على الكاميرا مبينه. ممتاز. كل واحد فيكم يجرب تمرين، يجرب ينزل اصبع هيك على الارض كامل، فورا بحس هون صار شد، فورا العضلات مسؤوله عن الاصبع هذا بالذات بتلاقيها شدت. نحن بدنا خمسه، بدنا كلهم يكونوا على الارض، فبنبدا باصبع بايدنا الثانيه بننزلهم واحد واحد. اول واحد على الارض كامل، الثاني على الارض كامل، الثالث على الارض كامل، الرابع والخامس والابهام. بننزلهم نضغط عليهم هيك، هيك صرنا هلا الاصابع كلها على الارض، هيك اخذنا الحد الاقصى هلا حاليا لا انه التمرين يكون صح. ولكن نحن بهالوضعيه هي جسمنا هون فوق مثل ما شايفينه لقدام هيك. هلا كل واحد فيكم بحس حاله هون يا لطيف شد فظيع بايده، ضل هيك دقيقتين ونص. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، ممكن تعملوا التمرين مرتين باليوم، ممكن ثلاث مرات في اليوم ما في مشكله. وما حدا يخاف اذا نملت ايده، وما حدا يخاف اذا صار وجع، لازم نشتغل على المنطقه هي، لازم الكل لازم يعمل هالفيديو هذا. هلا بس حسيته صارت سهله ممكن ترجع شوي لورا. شايفين هالرجعه هي؟ شايفين هالزاويه هي اللي هون هي؟ هي هي من هون والارض هي الزاويه، كل ما هيك صارت هيك لهون، كل ما سهل التمرين، كل ما صغرت هيك رجعت لورا الايد، كل ما صعب التمرين. بس شوفوا اصابعي فورا طلعت مره ثانيه. الجسم بدور دائما على طريق يطلع منه، اذا لقاه عم بشد عليه من هون ببدا بشد الاصابع هون، فانا لازم دائما اصابعي انزل على الارض، ومجرد ما تنزلوا اصبع على الارض بتحسوا فورا بالشد، شد فظيع يعني عندي انا كمان، كلياتنا بنشتغل بايدينا كثير. ونضل هيك دقيقتين ونص، مثل ما قلت ممكن دائما نرجع اكثر ونرجع اكثر، انتم واستطاعتكم، كل واحد استطاعته، في ناس ما رح تحسن تحط كف ايدها على الارض ابدا لهالدرجه، وفي ناس رح تمشي حالها اكثر، ولكن دائما ترجعوا تحركوا ايدكم للمنطقه يلي بتحسنوا فيها اكثر شيء، وبتقعدوا دقيقتين ونص، بتعيروا الساعه دقيقتين ونص، المساء بتعيدوا نفس الشيء، ثاني يوم بتعيدوا نفس الشيء، ثالث يوم، وخليكم صبورين، الناس اللي عندها مشكله بالنفق الرزغي مثلا هون او التهاب اوتار الايد، ما تتخيل بعد يوم يومين ثلاثه تختفي المشكله، ممكن، في ناس ممكن تختفي عند الالم فورا، خلال بعد اول مره، بعد اول يوم، بعد اول اسبوع، وفي ناس جسمه بيحتاج وقت اكثر، في التهابات، الالتهاب بده كم يوم ليروح، ويرد الجسم يرجع يتعود على الوضعيه هاي ويرتاح. ولكن انتم خذوا وقتكم، وبنبه على شغله مهمه كثير، انا لما بحط ايدي على الارض هون ما عم بضغط بوزني على الارض، لان هي ممكن تسوي الم اكثر، يعني ما بدي اضغط ايدي ضغط على الارض، وانا بس احط انا عم بسيب من الارض بس انه مشان يصير كف ايدي كامل على الارض، مو اكثر ولا اقل، يعني ما ضروري احط وزني على الارض على ايدي، وانما بس حط على الارض هيك وببدا برجع لورا. والايد مشدوده كامله هون، هون مشدوده كلها، اذا واحد تنى ايده كمان سهل التمرين. هيك بنحل مشكلتها العقدة اللي هون هي عقدة جدا جدا مهمة. رح يجي يوم للناس اللي بتشتغل كثير وكلياتنا مسك الموبايل لحاله قاتل، الكتابة على الكيبورد على الكمبيوتر قاتل، كل شيء عم نعمله، بغير بقى الناس اللي عندها مهنتها بتحتم عليها انه تستعمل ايدها، الخياطة او الخياط، الناس اللي بتشتغل بتسوق مثلا موتور، بتسوق هيك شغلات اللي دائما ايدها هيك عم تشتغل بهالوضعية هي. هاي مهن كلها رح تصير عندها مشكله هون بايدها. اللي مثلا بروح على الجيم تطلع مشكلته قبل، تطلع عمره 20 25 سنه بيبدا عنده الالم، اللي ما بتروح على الجيم مجرد تعمل هيك بوصل ل 40 45 بتبدا عنده مشاكله كمان، ولكن بالاخير اثنين رح يصير عنده مشاكل. وبالتالي هالتمرين هذا بكل بساطه كل يوم انا بنصح فيه كل انسان، كل انسان عنده مشكله او ما عنده مشكله يعمل هالتمرين هذا، مره باليوم، مرتين ثلاثه بالاسبوع للناس ما عندها الم، ولكن هيك نضمن انه ما يصير عندهم مشاكل ابدا. يعطيكم العافية.